السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أصدقائي وأحبابي مشاهدي ومشتركي ومتابعي قناة دكتورات محمد عبده على الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى لقاء جديد وديكور جميل جدا لكل المهتمين بالنقاشة والرسم وكل الصباغين وكل النقاشين في ربوع الوطن العربي. النهاردة بالألوان المائية قدرنا بفضل الله تعالى في أحد القاعات نرسم هذه اللوحة الجميلة اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها وبتستمتعوا بها دلوقتي معايا. ستارة من الخارج، ستارة باللون الأحمر، والمنظر الطبيعي منظر الريف المصري الجميل. السماء سماء مصر الصافية والمشهورة والمعروف بالنخيل، وزي ما حضراتكم شايفين هنتكلم في كل التفاصيل إن شاء الله. طبعا دروس كتيرة او مستفادة النهاردة بإذن الله تعالى، ازاي رسمنا الستارة وازاي جسمنا الستارة بالشكل الجميل ده، وازاي رسمنا المنظر الطبيعي بالشكل الجميل ده بكل تفاصيله ان شاء الله. هنتكلم في كل ده، لكن قبل اي شيء سعدنا اشتراك حضرتك في القناة لو اول مرة زورنا في القناة، وكمان لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر ان شاء الله. هنبدأ مع بعض على بركة الله تعالى. يلا بينا شباب نبدأ فيديو اليوم. السلام عليكم. طبعا هنجهز الدرجة اللبني او بنسميها الدرجة الازرق السماوي، دهان بلاستيك مط بنضيف عليه مركز ازرق. طبعا المط بتاعنا ابيض وبنضيف عليه مركز ازرق بيديك الدرجة اللي هي الازرق، بس الازرق فاتح شوية او سماوي غامق، تمام. والمرحلة التانية طبعا احنا خدنا كده نص اللوحة زي ما حضراتكم شايفين. ركز بقى معايا علشان هقول احنا هنعمل ايه هنا بالظبط. زي ما حضرتك شفت الصوره في بدايه الفيديو، ازاي هنوصل بيها بالجنب اللي قدام حضراتكم ده للقطه اللي هي شفتها حضرتك في بدايه الفيديو. هنا انا زودت ضفت حبه اسود على الازرق اللي كان موجود في العلبه اللي انا كنت شغال بالرولة بيها دلوقتي، اعطاني شكل داخل على الموف بالشكل ده، وابدا افتح اضيف عليه سنه ابيض تاني واكشف، هيديك الجو السماء الصافية اللي هي زي جو الصيف بالظبط. طيب الدرجة الازرق اللي هي كنا بنشتغل بيها في الاول ضفنا عليها حبة اسود وبدأنا ندي تكتلات بعيدة قوي على مرمى البصر، على هناك بعيد عند خط الافق بالشكل ده. طب هل هنسيبها كده؟ لا ما نسيبهاش كده، هنبدأ نديها سنة ابيض نخليها تبهت شوية ونبدأ نشتغل شغل النخيل. طيب شغل النخيل بنشتغله بمسدس الرش ازاي؟ اللقطة كده مش واضحة، هنبدأ نقرب الكاميرا شوية. قربنا الكاميرا اهو، شوف حضرتك بتضيق الفونيا، ضيق الهواء، وكمان نضيق نلم البوهية ونقرب ايدنا من الجنب ونبدأ نرسم كأنك بترسم بالقلم النخيل. هنقرب اكتر، انا قربت لكم اللقطة اكتر اهو علشان حضرتك شوف انا بعمل ايه. طب ليه الدرجة باهتة قوي كده؟ لانك انت في الطبيعي لما تكون واقف على مكان مفتوح وتبص من بعيد قوي بتكون الاشجار في عز الظهر في النهار، بتكون الاشجار البعيده جدا بتكون واخده الشكل الضبابي ده، تمام. وهاخد مثلث كده زي ما حضراتكم شايفين باللون الاخضر، دي مساحه الخضره او مساحه الزرع اللي قدامنا، وادخل بالاصفر الكناري. طبعا انا بجري الفيديو في اماكن معينه لكن بتابع ده كله بالشرح، فانت ما تجريش الفيديو ولا حاجه علشان تقدر تستمر معايا وما تحسش بوقت الفيديو وكمان تستفيد اكتر. بعد ما دخلنا بالاصفر الكناري هناك على الحدود هناك عند خط الافق عشان افتح الزرع بتاعي او المساحه الخضراء، زودت على الاخضر الزرع ده سنه اسود وبدات اعمل تقسيمات كده تاثيرات داخل مساحات الارض الزراعيه، وزودت اسود اكتر وبدات ادي جسر كده من الظل. وجسر الظل هبدا بقى، عارفين انتوا شباب الناس اللي في مصر هنا تعرف الكلام ده، البوص او عيدان الذره الناشفه اللي هي الفلاحين بيجوا يعملوا بيها زي طوف او سور او طرابزين كده بيسموه او طوار، لكن من البوص على حدود الغيط بتاعته علشان مفيش حد ينزل الغيط او اي حيوان يعدي الزرع ده، لان ده الارض الزراعيه دي على طريق. طبعا كله بمسدس الرش. اقول لك احنا امتى نشتغل بالفرشه، حطينا اماكن النخيل كلها بمسدس الرش، والجريد برضو حددناه كده شكلا بمسدس الرش، وعملنا تناسق بين الاحجام، حجم النخله الاول بعدها اصغر 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 وهكذا. هنا هنبدا بقى نشتغل بالفرشه. شوف الضوء جاي من على اليمين، الضوء جاي من على ايه؟ اليمين. سنه بني مع ابيض مع اسود بتبدا تديك الشغل ده، وبنبدا بالاخضر الزيتي مع الاصفر الكناري مع الاسود، وببدا اشغل شغل الجريد والزعف اللي في الجريد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بفرشه قلم رفيعه اهو،
وطبعا النخل البلدي بتاعنا اللي هو السيوي اللي احنا عارفينه في مصر بيكون قصير مش مرتفع قوي، وكمان الجريد بتاعه بيكون كثيف جدا وزي ما حضراتكم شايفين كده. المهم انا عايز اقول لك حاجه ركز فيها، لازم يكون عندك نظريه كده او نظره في الابعاد، يعني حجم الجريده بالنسبه للي جنبها بالنسبه للنخله كلها بالنسبه، يعني قصه الابعاد دي قصه جميله جدا لازم انت تتمرن عليها. يبقى عندك هنا عمق لفوق، ارتفاع لفوق اهو اللي هو ارتفاع النخيل، في عمق للداخل عند خط الافق، فيه وانت ماشي كده على الشمال اللي هو الطريق نفسه، ابعاد كتيره جدا موجوده في اللوحه. نبدا بقى البوص او عيدان الذره الناشفه او الجريد او السور، كل دي مسميات اقدر اقولها. هشغلها ازاي؟ طبعا دي عباره عن نباتات ناشفه مجففه، فهيكون الوانها فاتحه جدا، فانت هتشتغل هنا بالفرشه الرفيعه زي ما انا شغال بالشكل ده بمجموعه الوان. البليتة اللي انا شغال عليها او غطا البستيلا اللي انت شغال عليه فيه الوان ايه؟ ده اللي يهمك انت وتحب تعرفه. بيكون فيه الاصفر الكناري اللي هو الليموني والبني والابيض، الثلاث حاجات دول، وبتبدا بقى تدي لسعات ابيض بالشكل ده علشان توضح ضربات الشمس قوي هنا قويه جدا. وبعد كده ابدا بعد ما اخلص الفواتح هاجي بالغوامق من بره كده تحت، لان هنا كسر ظل قوي، لان هنا الشمس جايه من الجنب اللي هناك، فهيبقى هنا في الخلف هنا ناحيتنا احنا هيبقى ده ظل. وهو وابدا بمسدس الرش وادخل بالبني، طبعا البني بني شطف اهو صريح، وبعد كده هدخل عليه بالاصفر الكناري. هتبص حضرتك شوف انا بدخل دلوقتي بيه بالاصفر على البني، يبدا يديك الارضيه اللي هو الطريق اللي احنا نشتغل عليه. ما تنساش لايك اسفل الفيديو، وما تنساش لو اول مره تزورنا في القناه طبعا لازم تشترك عندنا في القناه ان شاء الله. وببدا كده بالاصفر الكناري انعم الارضيه بتاعتي، وادخل ازود على اللون اللي في مسدس الرش اللي هو البني عليه اصفر كناري، ازود عليه سنه ابيض، وابدا كده افتح ايه حواف السور ده او حواف اواخر الظل، اواخر الظل تبدا ابدا افتح المنطقه دي، لان ده فرق الشمس من الظل او الضوء من الظل. يعني اللوحه هنا بتبدا تظهر معاك وتبدا تكتمل وكانك في حقل فعلا او في مساحه اراضي زراعيه مفتوحه. سماء مصر الصافيه الجميله، الجو المعتدل صيفا. طبعا بتبدا بعد كده يعني تدخل، طبعا الاضاءات اهي الابيض اهو او اللي هو اللون درجه الارض، بس اللون الفاتح بعمل فرق بين الظل وبين الارضيه اللي هي الضوء، وبدرجه اللي هي بنيات بس عليها اسود شويه، وابدا اخد طبعا الشمس جايه من هناك يبقى عكس الشمس على طول او عكس الضوء هيبقى الظل، وابدا بمسدس الرش كده اوزع الظل بتاعي، وده بعد تاني خالص. خلي بالك شوف البوص ده او السور طالع لفوق عكسه تماما الظل على الارض. كل الاتجاهات والابعاد دي مهم جدا انك انت تكون ملم بيها. بعد ما بنخلص موضوع الضوء الظل اللي هو ظل السور او ظل الترابزين او الطريق، بنبدا ناخد شويه حجاره، كسر حجاره زي كسر الحجاره كده مرميين او طوب مرمي في الارض في الطريق اهو. انا ماسك ثلاث فرشاه مع بعض، وبشتغل بيهم بدي بيهم ضربات كده بالغامق، وبعد كده هدخل بالفاتح، وبعد كده هدخل بالابيض على من فوق خالص، هيديني شكل حجاره او ركش او بنسميه شويه يعني ايه كسر الحجاره بالشكل ده. طيب المرحله اللي بعد كده بقى هنبدا نقفل اللوحه بتاعتنا ان شاء الله من على اليمين ومن على الشمال بالستاره بتاعتنا باللون الاحمر، وده بتجهزه حضرتك، بتجيب لون بلاستيك ابيض وبتضيف عليه مركز احمر، وبتخلي اللون بتاعه احمر شديد علشان يديك لون الستاره الحمراء الجميله. اهو شوف حضرتك كل الالوان موجوده قدامك في البلتة، وانت بتاخد من البلتة وبتبدا تاخد لسعات ابيض بتكون في القمم فوق والغوامق تحت، وبالشكل ده بيبدا ايه تحس كده بمتعه وانت بترسم. انا ماسك دلوقتي في ايدي والله يا شباب ثلاث فرشات اهو، علشان ايه فرشه تجيب معايا ضوء، فرشه تجيب معايا ظل، امزج الالوان كلها ببعضها. فيديو جميل ودمه خفيف قوي، انا اشتغلته على قطعه قماش قبل كده، هسيب لكم الفيديو الاولاني اللي انا كنت رسمه على قطعه قماش من حوالي اكتر من سنه، هسيبه لكم في اول تعليق مثبت ان شاء الله، بس لازم تدعمونا في الفيديو ده علشان الفيديو يصل لاكبر عدد ممكن والناس تستفيد اكتر، ولازم تدعوا لنا ان شاء الله دعوه بظهر الغيب، وكلكم يعني على قدر كافي من الاحترام والتقدير،
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأنا بشكركم، بشكر حضراتكم على سعة صدركم وعلى دعمكم ووقوفكم ورا القناة طبعا بالفرشاة العريضة، وببدأ أملى المساحة دي كده. يبقى الناس بقى اللي بتزعل من الشغل كله بمسدس الرش، لا أنا أهو قدرت أدخل مسدس الرش في حاجات معينة في مساحات، وأدخل كمان الفرشة في مساحات معينة. الستارة ببدأ أجزحها، طبعا اللون الأحمر بتضيف عليه شوية أسود، تبدأ تجزحها بالشكل الجميل ده، تبدو معاكم كأنها نافرة لبره بارزة لبره. ادي الصالة يا جماعة اللي احنا شغالين فيها، ادي اللوحة كاملة. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.